لهنا في الكاف وين قروا مجموعة من الشباب إنشاء مجلة سيكاماغ اللي تحكي باللغة الدارجة على مشاكل الولاية هذه. اسم المجلة مقتبس من الاسم التاريخي للكاف اللي هو سيكافيناريا. بدأت الفكرة معناها 2012 معناها بديت ننشط وقتها على معناها صفحات التواصل الاجتماعي، كان فما باج فيسبوك معناها اللي نحكوا فيها على المشاكل هنا في الكاف، لكن ما كانش يكفي معناها ما كانش هذيك الاوبجيكتيف نتاعنا. دونك خممنا وقتها في فكرة مجلة تتكلم معناها باللهجة الكافية، تكون قريبة من الناس، تحكي عن مشاكلهم، تحكي على حوامهم، جمعيتهم، البلايس اللي مشولهم. كيما حكيت وعدنا معاها ما يكونوا ماهمش يفزدوا تصويره أو الكتيبة، مي باش تعطيها هنا معناها باش تعطيها كوان صغير. ما تكمل لنا دوك يبقى الفستق. نحن في الكيف ان فيت مالوروزمون عندنا ان اكسي ديفيسيل على الاخر للانفورماسيون، دونك مش كيما باغ اكزومبل في تونس فما ان اكسي معناها بلو فاسيل منا نحن لهنا. حبينا نعمل الماجازين كما ليو معناها دو رونكونتر نتاع لي انفورماسيون هذوما الكل نتاع الحاجات اللي تصير في الكيف، لي زيفينمون حتى على الهيستوريك معناها نتاع الكيف، نراجعوا العباد تقرا على تاريخنا قبل، على لبستنا، ثقافتنا، على كل شيء اللي قاعد يصير في الكيف. مجلة متنوعة تتطرق لبرشا قضايا اللي خلاها تستقطب شباب اخرين باش ينضموا للسيكاماغ، وتوا ولا عددهم 25 شاب. شفت المجازين عامني كي هبطت اول عدد قريته عجبني برشا معناها، وميم طون تقرب للفكره اللي ديما نخمم فيها في مخي بويسكي نحب تو سكي جورناليزم وراديو، وميم طون معناها حاجه تجمع ما بين قرايتي وما بين الحاجه اللي نحبها، دونك سيتي لوكازيون معناها اني نكتب في المجازين هذايا. دونك باش نواصلوا المجازين الاكثر عبيد حاطين سلوغون هذايا ما تلوحش المجازين بعد ما تقراها عديها، باش اي واحد ينجم يلقى المجازين يقراها ويعديها لعبيد اخرين، وكيكا برشا عبيد في الكيف تبدا عندهم مجله بتاعهم.